فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي نحكيو تنس. الحدث اليوم اكيد اليوم تبعتوه اليوم الصباح بطوله رولان جاروس واهم البطولات العالميه تقريبا خاصه من ناحيه المتابعه الجماهيريه. رولان جاروس أنس جابر مشرفتنا في الحقيقه ببلوغها ثم النهائي. حبينا تكون الحصيله افضل اليوم بملاقاتها اللاعبه الامريكيه تقريبا ما كانش مستوى بعيد برشا خاصه كي نشوفوا ترتيب العالم وتصنيف العالم بين الزوز اللاعبات 25 و 26 لكن على الغالب اليوم أنس ما تمكنتش من البلوغ ربع النهائي. إن شاء الله العام الجاي اللي ملاه تكون في ربع النهائي اللي ملاه أبعد من هذا الكل. على كل حبينا ناخذ أكثر تفاصيل على المقابلة اليوم الكواليس أسباب الانسحاب خاصة من متابع رقم واحد لرياضة التنس وخاصة أنس جابر زميلنا الإعلامي بدر الدين الطناني مباشرة من باريس اللي كان موجود اليوم في المقابلة. أكيد بدر أهلا بيك. أهلا بيك سام مليك وكل المستمعين والمستمعات في 3 أفلام. شنو أحوالك خويا لاباس؟ والله شفا حابين اليوم فرحة أخرى معناتها لكن على غالب هذاك هي الرياضة يوم ليك ويوم عليك اليوم هزيمة ما نجمش نقولوا انسحاب أما هزيمة قاسية شوية لأنه المنافسة نتاع أنس معناتها كانت خير منها في كل شيء قدمت تنس معناتها ممتاز أنس جابر اليوم كانت خارج الموضوع الأسباب ديتاي مازلنا ما نعرفهمش لكن كي نقيموا مباراة اليوم نجم نقولوا أنه أنس جابر لازم تزيد تعمل أكثر باش تزيد تطلع في النيفو يلزم تزيد تكبر في الستاف نتاعها على خاطر كل ما تكبر في الستاف كل ما لي ريزيتا نتاعك يكونوا خير حاسين اليوم ثم بروبليم بسيكولوجيك هذاك علاش أنس جابر اليوم معناتها ما نجمتش تمشي لبعيد برشا لأنه تعرف سلام الجرون سلام يتلعب على جمعتين معناتها الجمعة الأولى سافا تو بيجيري الجمعة الثانية يلزمك يلزمك فيزيكمون تكون حاضر يلزمك مونتالمون لانه تكنيكمون أنس جابر معناتها نعرفه عنده مؤهلات كبيره وكبيره برشا لكن اليوم الفيزيك مشى المونتال زاد ما مشاش هذاك علاش أنس جابر معناتها ما لقاوش في الدور ربع النهائي مالوريزمون ان شاء الله بدر في الاسبوع الجايين مازال ثم ويمبلدون مازال ثم اليو اس اوبن والحاجه الباهيه اسلام في التنس قال له كل نهار اثنين عندك فرصه عندك تورنوا باش تعمل مخير من الجمعه اللي قبلها. اكيد بدر اوكي قلت لي انت المونتال قلت لي الفيزيك لكن قلت لي كلمه كانت خير منها قلت اللعبه الامريكيه ما نوثقكش برشا بدر علاش؟ خاطر أنس اللي فوت ديريكت اللي عملتهم اليوم معناها كميه كبيره برشا من اللي فوت ديريكت هي اللي عطات الثقه خاصه لمنافستها ولا؟ اي لكن انت شوف لي بوان ماركي باغ لادفيرسير اتوقعها هي خير كوكو غوف عنده 55 وانس عنده 33 معناتها انس الدوزيام سيرفيس تاعها ما مشاش لي بوان غانيون في الدوزيام سيرفيس نتاعها زاد كيف البورسنتاج ضعيف معناتها وانس اليوم كثرت من الدروب شوت معناتها اللعب حقها معناتها لعبت الادفيرسير نتاعها معناتها فاي فيان فاي فيان فاي فيان مي بون كيما قلت لك انت زعما تزيد تخدم اكثر باش تطلع في النيفو السيرفيس نتاع كوكو غوف اليوم وصل 191 كيلومتر في الساعه صحيح تبارك الله عليها هي 17 عام وقوة فينيس راهو في السيرفيس عمرها 17 سنة واللاعبة هذيا هي اللي بتستخدم فينيس وسيرينا ويليام صراحة. لا فاهم تبارك الله عليها. الملاحظين معناتها ديستاسيون باش توصل تلعب كارد فينال جراند سلام افيك ان سيرفيس 191 وعمرك 17 سنة سي كيلكو شوز راه. وربحتها أنس قبل. صحيح وغوف ربحت أنس معناتها مرتين معناتها دوزا ام. قابلوا ثلاث مرات هما. تقابلوا 3 مرات انا اتفرجت فيهم 3 مباريات معناتها تحسها اللعبه هذه تقلق ياسر انس في الجو نتاعها حتى انس الفيفاري سون جور ما تنجمش ديريكت سيرفيس ضربه 2-3 وتمركي لك لو بوان سيرفيس ضربه 2-3 وتطلع لك ولا التوبوس على فوت اللي تحط كره في الفيلي ولا تجيبها اوت معناتها مش كل اللعبة تاخذ الوقت نتاعها تضرب كورة وترجع تضرب وتحاول تلعب أيوة الدليل على كلامك الدليل على كلامك حتى الماتش وفي فيسع ما قعدش برشا اي الماتش وفي فيسع لان كي توصل معناتها خاطر في الدوزيام سيت وما تلقاش روحك فيزيكمون ومونتالمون اوتوماتيكمون تو فالاشي انا بون في 3 سيت الاولى قلت أنس جابر معناتها
بتتر باش تعمل كيما السيناريو نتاع الماتش اللي قبل خاطر تخسرت 6-3 بعد ربحت 11 جو دو سويت الناس كل خممنا هك منينا هك كانت كوم ان رولو كومبريسور في الماتش معناتها اللي قبل هذايا ونيفو عالي لكن ديما الجرون سيم راهو لازم تخدم له اكثر لانه يتعب على جماعتين لانه تعب اكثر لانه تربتو اليوم ثم حكيت 27 درجه هنا في باريس وتعرف التربتو كي تضرب في السخانه معناتها الرفلين تاع السخانه بريسك يزيد 10 دوغري معناتها اليوم تنجم تكون تلعب في 35 40 سخانه مش كيما المتفرج اللي قاعد في ليغرادان فهمتني هذايا كله عوامل اللي ما خلاتش انت معناتها تترشح للدور الربع النهائي مع انه انس انا متاكد انه باش تفوز في القاب في العوامل الجايه نتمناو يلزم نستغلوا تويكا مادام اونس جابر موجوده في السيركي نعملوا ان كرون تورنوا في تونس باش الجمهور التونسي يتفرج في اونس لانه الجمهور التونسي محروم من اونس جابر باش يتفرج فيها في بلاد صحيح بدر ما عرفش حكيت معاه بعد اونس ولا لا حبيت نعرف شنو رد فعله ولو ان هي هبطت على انستغرام منذ قليل قالت ان شاء الله العام الجاي ديما المورال طالع معناها اي علاش قلت لك انا في التنس ديما يلزم المورال طالع ويلزم خاطر كل جمعه عندك تورنوا تويكا اونس الفا اتاكي معناتها سيزون نتاع الغازون سيزون نتاع الغازون بعد تدخل تخمم في الالعاب الاولمبيه في طوكيو علاش ليه ما تمشيش لبعيد في لي جوز اولمبيك تعرف بوكو ديما توجور دي سيربريس في لي جوز اولمبيك نذكروا في العاب ريو معناتها الاخرانيه مونيكا فويك هي اللي فازت بالميداليه الذهبيه اللي لعبت لها اونس 10 سنين التالي في الجونيور وفزت عليها اونس توجت بالدوره وقتها هنا في رولان جاروس علاش اونس جابر ما تشوفش لبعيد معناتها حتى ميداي اولمبيك راهو عندها قيمتها بون انا ما تحدثتش معها اليوم بعد المباراه لانه ما جاتش الكونفيرونس دو بريس يعيطوا كان للغانيون تعرف بالازمه الصحيه يحبوا ينقصوا اقل كونتاكت ما بين الصحفيين وما بين معناتها اللاعبين حتى عدد الصحفيين تم تقليصه معناتها في الدوره السابقه والدوره هذه عدد المصورين التكنيسيان الجماهير كيف لكن كما قلت لك ان شاء الله انس معناتها ديما تتعلم وتاخذ دروس لكن كان تحب تطلع في النيفو نتاعها لازمها تكبر في الستاف وتزيد تخدم اكثر. الكلمه هذه كنت باش نرجع لها يعني تكبر في الستاف بدر فبرش يقولوا تبدل الستاف جمله انت ليه مع انها تكبر معناها يقولوا بلغت باليه اخرى توا انس مستوى عالمي مستوى كبير هل تبدل مدربها مثلا ولا بريباراتور فيزيك اللي معاها ولا لا فقط تكبر في الستاف وكهو. هذايا انا ما نجمش نجاوب عليه السؤال كان هي تنجم تجاوب عليه معناتها تحس اسكو معناتها الستاف اللي معاها مازال يزيد يعطي ولا لا على خاطر تعرف راهو سيبا كيما نقولوها معناتها مش نقولوا الفيدراسيون ولا المانجور تاع اونس هو اللي يجيب الستاف لا اللاعب هو يجي يختار الستاف نتاعو يعرف يقول ايش نحب ثم لاعبين باريزون يقول لك انا نيتريسيونيست معناتها ما عندي ما نعمل به ولا ما نعرفش انا ولا كيني ما عندي ما نعمل به لانه في لي تورنوا الكل ثم لي كيني ثم شكون عنده الكيني نتاعو الخاص فكيما ناخذ ليكزومبل تاع نوفاك جوكوفيتش عنده المدرب نتاعو عنده سون بروبر اونترونور في دوره استراليا المفتوحه عايش جوران ايزافينيفيتش تبع الستاف نتاعو مدرب ثاني باش زاد عطاه افكار اخرين وديزيدي اخرين وريزولتا توج معناتها بالجراند سلام نيميرو 18 اللي هو في استراليا المفتوحه معناتها سي لي جور كي دوموند شنو اللي ناقصه مش المانجر ولا الانتوراج يقولوا له لا لازمك تعمل هو الحاجه اللي ناقصها هو اللي يطلب اون بليس اون توا عندها البرايس موني نتاعها معناتها عندها فلوسها تعرف كومون جيري سون بيجي انت اليوم باش تخرج بالليكيفالون تاع 200 ميل يورو معناتها كي خرجت من الويكيند فينال ما شاء الله 600 مليون معناتها توينس حكايه 600 مليون يخليها تنجم تخدم باريحيه في الثلاث اربع اشهر الجايين في انتظار دوره ويمبلدون واليوتا بان وما بيناتهم ثم الالعاب الاولمبيه ان شاء الله اونس تزيد البعيد لكن تويكا لازم نخموا في شكون بعد اونس جابر لازم في يجي نهار ونشوف الكارير نتاع اونس جابر لازم نخموا في شكون باش نطلعوا وليدات صغار مادام سلمى المولي قاعده معناتها اليسي دو تو فير
باش تكون مدربين باش تجيب معناتها مكونين بور لي جون، وان شاء الله وان شاء الله يعطي الثمار نتاعو من هنا لعشرة سنين اخرين. شو يخليك متاكد اللي باش تهز اونس؟ قلت لي باش تهز اونس اكيد باش تهز تورنوا. الشيء اللي خليني متاكد انه انت كي تربح سيمونا الف، كي تربح فيتوفا، كي تربح سابالينكا، كي تربح ما ناقصك شيء معناتها. معناتها شو لو نيفو باش توصل معناتها لبعيد. يقعد كان باش تولي عندك الكلتور تاع لي فينال، كومون غاني اون فينال، على خاطر اونس عندها تو بور اريفي اون فينال، لكن تقعد تاويكا لازم تكون ثقافه كومون غاني اون فينال. تو لعبت دو فينال في دبليو بي تي في شارلتون و 2018 في موسكو، لازم تكونك الخبره كيفاش تهز الفينال، خاطر باش توصل لها تي اونس عندها معناتها الاكسبيريونس. هذايا الكل يجيب الخدمه راه. يعطيك الصحة، شكرا لك بدر الدين. حبيت نعرف فقط الكلاسمون تاع أنس بلوغ ثم النهائي، وين تنجم توصل الكلاسمون ولا ما يتبدلش؟ خاطر تقريبا ما فاتتش البيرفورمانس نتاعها القديمة. بون لي بوان تاعها الفا كاردي لي بوان تاعها خاطر عمي ودوس معناتها ويكام دو فينال، مي حسب على حسب ما شفت الكلاسمون معناتها بروفيزوار تويكا الاثنين الجاية تنجم تكون 22 مونديال. 22 باهي برشا معناتها. سا ديبون انت و لي زادفيرتير اللي باش يعملوا اش باش يعملوا باش يقدموا باش يوخروا ولا لا، مي لوجيكمون 22 مونديال معناتها ابارتير من لاندي بروشان، وهذايا معناتها اول عربيه توصل في الكلاسمون هذايا نعرفوا، لانه احسن كلاسمون هي الافريقيه والله يا رب عليها تويكا وصلت ويتام مونديال دون لي زاني 90 عرب عليا الاسم الاسلام نتاع اللعبه، لكن تقعد هي ديما معناتها احسن بيرفورمانس، لكن في تونس اونس جابر دوزيام مونديال وسليم اصفر وصلت 75 عالميا هذولي اون 2001 ولا 2002. يعطيها الصحه اكيد بدر الدين، ان شاء الله بدلت حتى نظره التوانسه للتنس. اكيد اليوم فاش الماتش في قهوه حاطين الماتش وبس التوانسه تتبعوا باهتمام في المقابله. ان شاء الله ان شاء الله الدوله معناتها التونسيه تشوف لها بيه، لانه تعرف عندك انس ومالك الجزيري هما سفراء معناتها الرياضه نتاع تونس كل جمعه في بلاد، ان شاء الله يوصل نهار رئيس الدوله يعرف لهم اعلى وسام في الجمهوريه كي تقول سفراء، لانه هما يستحقوا لي فري زومباسادور نتاع السبور تونيزيان نتاعنا، وهذه حاجه ما تجيش معناتها كل يوم. ان شاء الله ان شاء الله يكملوا على المنوال هذا، وان شاء الله الدوله التونسيه تهتم بالسبور، راهو السبور عنده ايماج كبيره يعطي معناتها نظره اخرى للبلاد، كما نشوفوا في الخليج معناتها ناخذ الاكزامبل نتاع قطر، قطر دخلت العالميه ولات معروفه بالسبور، لانه وصلوا في قطر عندهم اكثر من 60 حدث عالمي في السنه اللي خليت معناتها قطر استضاف كاس العالم 2022. واضح، يعطيك الصحه، شكرا لك بدر الدين على كل هذه التفاصيل اللي تتابعها بخصوص مشاركة أنس جابر اليوم في رولان جاروس. إن شاء الله بالتوفيق الأنس في بقية مشوارها، عندما كما قلت أنت نستناو لقب، خلينا نحسوا ماهوش بعيد، إن شاء الله في الأيام القادمة يكون لقب كبير يكون الأنس جابر، إن شاء الله كما قلت أنت أيضا تبلغ المرتبة 22 عالميا اللي مالية في التصنيف الجاي، هذا نتمناوه لاعبتنا المتألقة أحسن سفيرة للرياضة التونسية أنس جابر. موزيكا الأخبار وبعد راجعين مكملين في بلاي حتى لما 9:30.